بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. في هذا الفيديو بإذن الله سنقوم بنقل شتلات الميرامية كما تشاهدون، أو شتلات السالمية كما يحب أن يطلق عليها في بعض الأقاليم. هذه الشتلات قمت معكم في فيديو سابق لتعقينها من الشتل الأم وزراعتها بالعقل تقريبا قبل شهر ونصف من الآن. الآن سنقوم إن شاء الله بنقلها في أسس أكبر. نحتاج في ذلك تربة مختلطة كما تشاهدون ما بين الرمل والبتنكسول وأيضا البيرلايت. بالنسبة للأحجام، 2 حجم من البتنكسول و3 أحجام من الرمل ونصف حجم تقريبا من البيرلايت. سأقوم بخلطها الآن معكم. وأيضا نحتاج، مهم جدا أن يكون لدينا أصص أكبر لزراعة هذا النبات. يحتاج تقريبا أصيص مناسب تقريبا بقطر 25 سنتي وارتفاع أيضا 25 سنتي، ومهم جدا أن يكون لدينا في الأسفل فتحات لتصريف الماء الزائد. الآن سنقوم بخلط هذه التربة وأعود لكم مرة أخرى. والآن بعد أن قمنا بعمل خلط للتربة بشكل جيد حتى تم التجانس كما تشاهدون بشكل تام، نبدأ الآن في نقل الشتلات للأحواض الجديدة. فمن المهم جدا أن تكون التربة جيدة الصرف، لذلك ندخل دائما البرلايت، الحبيبات البيضاء التي تشاهدونها، حتى يؤدي ذلك إلى صرف جيد للتربة ولا يكون هناك اختناق للجذور نتيجة عدم تصريف الماء الزائد. نحضر الأصيص الآن ونقوم بوضع البرلايت في كما تشاهدون في الأسفل حتى يؤدي إلى منع تسرب التربة مع فتحات التصريف. ونقوم بإضافة تربة نضغطها ضغط خفيف. لا نحاول أن نضغط التربة بشكل قوي حتى لا يؤدي ذلك إلى احتباس الجذور وعدم قدرتها على اختراق التربة، إنما يكون ضغط خفيف. نأتي بالشتلة الآن ونقيسها في متوسط الحوض بهذه الطريقة. مهم جدا أن تكون التربة إلى هذا المستوى الحز الذي تشاهدونه في الأصيص من الداخل. الآن نضيف بقية التربة حول الشتلة. ثم نحاول نضغط التربة حول الشتلة حتى يؤدي ذلك إلى تماسك التربة. نضغط التربة حول الشتلة بهذه الطريقة، ضغط خفيف وليس ضغط قوي. بعد ذلك نقوم باستخراج الشتلة من التربة بهذه الطريقة كما شاهدتم. الآن نقوم باستخراج الشتلة من الأصيص. نضغط على الأصيص من الجوانب ضغط خفيف. بعد ذلك نمسك الشتلة بين الأصابع بهذه الطريقة، ثم نقلب الشتلة ونضغط ضغط خفيف من الأسفل وتخرج الشتلة كما تشاهدون. تشاهدون جذور النبتة سليمة ولله الحمد. الآن نقوم بوضعها في نفس القالب الذي قمنا باستخراجها منه.
نضغط التربة حول الشكل الآن ضغط خفيف، ونكمل بقية التربة حول الشتلة. وبهذا نكون انتهينا من غرس أول شتلة من شتلات الميرمية أو المرمرية. يتبقى الآن إضافة الماء دائما الري يكون حتى تشبع التربة بشكل كامل، فمن المهم جدا أن نتأكد دائما عند غرس الشتلات بعد إضافة الماء أن يكون لدينا تصريف من أسفل الأصيص، وذلك للتأكد من تشبع كامل التربة بالمياه. الآن سأقوم بنقل الشتلات الأخرى بنفس الطريقة وأعود لكم مرة أخرى. وهذه الآن آخر شتلة نقوم بنقلها بعد أن قمنا بإضافة التربة، نستخرجها بهذه الطريقة، نضغط ضغط خفيف من أسفل الأصيص حتى نفك الجذور من الأصيص بهذه الطريقة. بعد ذلك نضع الشتلة بين الأصبعين ونقلب الشتلة مع الضغط خفيف، لاحظ الجذور خارج الأصيص، ضرب خفيف ثم تخرج معنا بهذه الطريقة، لاحظوا الجذور سلامتها. نقوم الآن بتنزيل الشتلة برفق في نفس المكان الذي خرجناها منه بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك نضغط التربة حول الشتلة ضغط خفيف بهذه الطريقة. بعد ذلك نعدل سطح التربة ونضيف المياه، وبهذا نكون نقلنا شتلات الميرمية إلى الأحواض الجديدة. نضيف كمية المياه كما ذكرنا حتى يتم تصريف الماء من الأسفل. أنا قمت بسقي الشتلات السابقة مرة واحدة، لم يتم التصريف حتى الآن، سأقوم بإضافة كمية إضافية. ونستمر حتى يتم تصريف الماء من أسفل الأصيص. بعد ذلك يتم نقل الشتلات في منطقة بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة. نبات المرمية نبات مهم جدا زراعته في المنزل لفائدته القوية لصحة الإنسان، واستخداماته معروفة للجميع، يشرب كشاي. بالنسبة لإكثار نبات المرمية يكاثر عن طريق العقل، وكان لنا فيديو سابق كما ذكرت في البداية، وسأضع لكم إن شاء الله رابط هذا الفيديو بالأسفل بصندوق الوصف لإطلاعوا الفائدة. أيضا نبات المرمية يكاثر عن طريق البذور، وإكثاره عن طريق البذور يكون في فصل الربيع، أما بالنسبة لإكثار بالعقل فممكن إكثاره في فصل الربيع أو فصل الخريف. بالنسبة لتسميد النبات بعد أسبوعين من نقل النبات ممكن إضافة شاي الكمبوست أو نضيف له سماد متعادل 1 جرام إلى 1.5 جرام لكل لتر من الماء ونروي النبات، ولكن بعد أسبوعين من عملية النقل. مهم جدا أن يتم تعريض النبات لأشعة الشمس بشكل كافي لمدة لا تقل عن 4 ساعات. نلاحظ معكم بداية تصريف الأصيص للماء في الأسفل. هنا نكون انتهينا من سقي النبات بعد التأكد من تصريف الماء من الأسفل، والري القادمة بإذن الله لا تتم إلا بعد التأكد من جفاف سطح التربة بشكل كافي. وبهذا نصل إلى نهاية الفيديو الذي خصصناه لنقل نبات الميرمية في أحواض أكبر. في ختام الفيديو دائما لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وعمل لايك ومشاركة الفيديو مع الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. تقبل الله صيامكم وقيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.